النقاش كاين بالطبع، كل فريق تيجيب الانشغال ديالو، ولكن دائما تتوج النقاشات ويعني التدافعات داخل الأغلبية، وهذا شيء جميل جدا إلى التوافق. ولكن في بعض الأحيان قد لا نتوافق، وقليل فيما كنتوافقوش. هاد القوانين احنا كنخدموا فيهم باش نتوافقوا، اما لا كتشوف يعني تقريبا جميع مشاريع القوانين كان فيها التوافق ديالنا. بالطبع احنا ماشي حيك اغلبيه رحنا تابعين، احنا اغلبيه تنتقدوا كذلك، تنتقدوا وكنحسنوا ونجودوا ونتجو المنتوج اللي تليق بالجميع، وهذا هو. وانا شخصيا بهذه المناسبه كنشيد بروح ديال التعاون ديال جميع رؤساء الفرق ديال الاغلبيه على الجديه ديالهم وعلى الانشغال ديالهم باننا نحافظ على تماسك الاغلبيه في اطار هذا التوافق. وبالطبع تيبقى كل واحد فينا مرتبط يعني بالخلفيات ديالو الحزبيه، ولكن لما يتعلق الامور اللي كنشاركوا فيها جميع لابد ان يكون فيها التوافق، وتنحاولوا نقنعوا بعضياتنا بالاقناع ان احنا كرؤساء فرق بالطبع ورانا فرق، والفرق عندها حتى هي مواقف، والفرق وراها احزاب، والاحزاب يعني عندها حتى هي هيئاتها، المكاتب السياسيه، اللجان الوطنيه، يعني وهذا الشيء كلشي في الاخر خاص نخرجوا بالتوافق، يعني خاصنا نتموا جايين ونقادوا في المواقف، نقادوا ملي كتلحق المنتوج خاص يكون ينخرط فيه الجميع، وعكس ما يقال انه كاين ارتباك ولا كاين هادي، نو كاين طبعا. اذا كنت كتسمي النقاش ارتباك، هاد المفرده لا تتطابق مع هاد الوضع، فهذا نقاش مواقف بالطبع فيها الحده في بعض الاحيان، ولكن لم نصطدم مع بعضنا البعض ابدا. فما يحدونا هي الروح الوطنيه، اننا ننتجوا ما ينتظره المجتمع وما يتوافق مع انتظارات وانشغالات المجتمع المغربي اللي عندنا الشرف اننا نمثلوه في هذا المستوى. بالنسبه للحركه الشعبيه احنا كيف ما كان الحال، مادام اننا وسط الحكومه والطرف من المكونات ديال هذه الحكومه، الا وغنتحملوا فيها المسؤوليه ديالنا، يعني ماشي وقت على الحساب، وقت الحساب تيكون النهار الاول اللي كندخلوا، ولكن ملي كندخلوا ما تيبقى حساب. دابا خصنا المردوديه، خصنا كيفاش حنا نبالورو وننزلوا داك الانشغالات ديالنا على مستوى الحركه الشعبيه، كيفاش نفرضوا وجهه النظر ديالنا في الحكومه. هذا هو اللي اساسي، ما وصل هذه ولا لا، فهذا يعني ماشي محلو. يمكن لنا في نهايه الولايه نديروا التقييم ديالنا، واش كيف هكا خصنا نكونوا، واش ماشي هكا، وهذاك الشيء غادي ياسس لنا الحكومه اللي من بعد، واش كيفاش نتفاداو داك الشيء اللي ما عملناش ولا كذا ولا هذه. اما اليوم بالنسبه للوطن ديالنا، بالنسبه للحزب ديالنا، بالنسبه للالتزام ديالنا، لازم ان يكون هناك انضباط، الانضباط السياسي وهو التالف وهو التضامن وهو الانخراط، وماشي هذا هو الهدف. الهدف هي اننا ننتج ونكون في مستوى ديال انتظارات المواطنين، خصوصا في القطاعات اللي احنا كنشرفوا عليها، ولكن هادشي ما تعفيناش من المسؤوليه في القطاعات الاخرى اللي احنا جزء من هاد الحكومه، والنجاح ديالها النجاح ديالنا والاخفاق ديالها نتحملوا فيه جزء من المسؤوليه. تيمكن يوقع هادشي، تيمكن هادشي، والناس الانتخابات المقبله بدات كتلقي بالظلال ديالها على حاجه طبيعيه، الناس التعارض، الناس يعني تتبدا تزكي في راسها من اليوم. بالطبع تيمكن يوقع لنا احنا نفس المشكل مع الاحرار ولا مع العداله والتنميه ولا مع حزب من المعارضه، ولكن اللي صعيب هي التعرض للمواقف، ماشي بعض المحطات معينه في شي خرجه في شي منطقه ولا في شي تصريح معين ولا شي حاجه. هذا الشيء داخل في التفاعلات بين المكونات السياسيه، احيانا
احيانا بعض الاراء ما تعبر على راي الحزب بقدر ما تعبر على راي عضو في مكتب سياسي او عضو في شبيبه معينه او هذا، ولكن تيبقى يعني الاهم مصان، وخاصه نهار ما يبقى شيء مصان راه خص الحكومه تبدل، نهار نحول الحد ديال القطيعه والتجاذب يكون واضح راه خص الحكومه تبدل. حاجه طبيعيه، ما يمكنش حيت مكونات متعارضات في كل شيء يستمراني في تدبير الشان الوطني، يخليوا الاهم اللي هو انتظارات المواطنين ويديوها في الترشق مع بعضياتهم. وهذا الدور ديالها، الدور ديالها ما يمكنش تقول المعارضه صفقي لكل شيء، ولكن 80% ديال المشاريع القانونيه كتوافق عليهم. تشوف التوافق هذا يعني ان طبعا كاين جوج الحوايج، كاين داكشي اللي كتقوم به الحكومه ياك، وداكشي اللي كينتظروا الشعب اللي كتقوم به الحكومه يمكن نحكموا عليه فواحد السياق معين، امكانيات معينه هذه، ولكن ما ينتظروا الشعب شيء اخر. الشيء راه ملي كتمشي عند بعض فئات الشعب راه ما عجبوها، ما عجبها لا حكومه ولا برلمان ولا فهمتي. وهذا المجتمع اللي كيتحرك، ولكن المغرب راه تيعيش واحد الانفتاح، واحد التطور، واحد تحول ديمقراطي، بناء مؤسساتي، توجه عظيم عظيم، ولكن مؤطر. وهذا النقاش كله داخل المؤسسات، الناس ماشي بحال قبل كانوا خارج المؤسسات. اليوم كاين نقاش، كاين نقاش داخل الاحزاب، كاين نقاش داخل البرلمان، كاين نقاش داخل المجتمع المدني اللي اصبح مؤطر وعنده الدور ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.